يعني. فهي على الرحلات وعلى التجارب. حنا بداية الحلقة عندي بس حركة بسيطة بطلب منكم أخواني الحاضرين والمشاهدين. هذه مبادرة ما هذه مبادرة. أبي كل واحد يكتب بيده اليسار، اللي ما يكتب باليمين يكتب باليسار، أنا أقدر، ويرفع قدام الكاميرا. أنا يعني ما يكتب عبارة عن غيرها، بس يكتب أنا أقدر. أبي كل واحد يسويها عشان بندخل بموضوع لدامنا الصداقة. أنت تكتب باليسار، اشتغل أبو صالح. يا الله سترك. اللي يكتب باليسار يكتب باليمين. هذا يكتب باليمين. لا لا أنا ما أكتب باليسار، أنا ما أعرف أكتب باليسار. الوكاد هي فكرة. هي فكرة ورسالة. لازم وحدة عكس الثانية. الرسالة أو الفكرة يا أبو صالح ويا أبو سليمان ولا يهم من يسمع. لا هند. الفكرة والرسالة في يوم من الأيام، هي طبعا الجو زين وتغيرت الدنيا، هذا درس لنا. أمس كنا قيض وحر الله يلطف بنا، واليوم ربيع وخير ومطر. يا الله سبحانه، تلك الأيام نداولها بين الناس. الرسالة أو الفكرة أن الإنسان لا يقول ما أستطيع. اليسار حنا ما نكتب، حاول بنحاول بداية الحلقة ونص الحلقة ونهاية الحلقة، واللي بنقارن كلمة أنا أقدر، وبنتكلم عنه بالنهاية. كل واحد يكتب أنا أقدر، واللي ما يقدر والله الرحمة. يلا تعيد يا يلا سترك. طبعا يا جماعة سترك. ما في أي استعداد يا أبو صالح. جد جد غص. بسم الله يا ولد. بس الله أعطب هذا القلم. لا جبتنا القلم. خذ القلم. لا لا القلم واجد. إيه وانا نخلي الوجه يمين ولا يسار اللي تبي الدعوة. طيب أكتب كذا ولا كذا؟ بالعكس بالله نكتبها يمين. أخذت دورة قبل كم سنة فكانت مفترك سهل، والإنسان لازم يسعى لتطوير ذاته. كانت محتواه أنا يعني هي فن التعامل مع الآخرين. فأول يوم الدكتور كان الله يصبحه بالخير من أخواننا المصاري، الله يبيض وجهه يجزاه خير، رحم الله امرئ أهداني كل معرفة، طلب منا نكتب أنا أقدر، واللي رفض خلاه على جنب. في نهاية الحلقة احنا بنتكلم وش اللي وصلنا للغاية. ما شاء الله يا ابو صالح والله تمكنت. ايه سينوها. انا قبلكم سبقتكم. يلا ابو صالح ارفع ورقتك. بسم الله. مخرجنا ورقة ابو صالح حطوا على ورقتك. تمام. وقولوا ما شاء الله تبارك الله والله يسر الحال. هذه اللي قدرنا عليه. واسمحوا لنا بالقصور. يا هل قصور ويا هل بيوت الشعر ويا الغالين الحاضرين والمشاهدين. انتهينا خلاص من الا من ذكر الله. انا هذا ها شوف ما كتبتها بيمناك. هذه بشراك. حنا عليكم من الشوف. انا جاهز. اوه ابو هادف ارفع ورقتك. انا جاهز. هذه انا يا ولد. يا ولد وين راح؟ عملت جري سويت. اللي جاهز يثبت ورقته. ابو هادف ثبت ورقتك. جاهز. ابو سليمان ثبت ورقتك. طبعا الان احنا عند ابو هادف. عند ابو هادف سليل الكاس الرجال. نرجع لابو سليمان. اوه ابو سليمان رسمه يا ابو سليمان. تمام خلاص. عندك ابو عزام. ابو عزام ارفع ورقتك. هذا مهندس معماري. ارفع ورقتك. ما شاء الله. ليش معلق كذا؟ اشرف حبيبي لا تقربها، لا تبين البلاوي. تمام. والله ابو سليمان. طيب ابو سليمان تقول انه مشروع القطار. ما شاء الله تبارك الله. قولوا ما شاء الله. احنا بدينا الحلقه بنص الحلقه بنعيده، وبنهايه الحلقه بنعيده، وبنتكلم عن الفكره. شفت يا ابو رياض؟ ما شاء الله تبارك الله. يا ولد ابو سليمان كل شيء نتعلم منك. ما شاء الله تبارك. لا لا ما يحتاج. اخذ الكاس ابو سليمان. جميله جميله. ارفع. طيبه والله ما يحتاج. والله الشهاده لله. وشوفونا هالمشاهدين. كلكم حجر. لا لا ما شاء الله تبارك. ليش ما علمتنا سويتها ندبلها؟ يا سلام. كان ثنايتها ويكون ده. الله يطول عمرك. يا سلام يا سلام.